حصاد الجنوب، أهلا بكم. ترأس الرئيس القائد عدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية اليوم اجتماعا للقيادات العسكرية في وزارة الدفاع. استمع خلاله إلى شرح عن الأوضاع في مختلف الجبهات مع ميليشيا الحوثي في ظل خروقاتها المتواصلة للهدنة وخطط وبرامج الوزارة خلال الفترة المقبلة. بحث نائب الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي اليوم مع وفد المعهد الأوروبي للسلام سبل التعاون المشترك وآلية تقديم المساعدة الفنية بين الطرفين لتعزيز عملية السلام. أطلقت قوات الحزام الأمني والأمن العام في محافظة أبين اليوم الأربعاء حملة أمنية مشتركة لمصادرة الأسلحة الثقيلة في مديرية لودر شمالي المحافظة. فجع الوسط الصحفي والإعلامي الجنوبي اليوم بوفاة الإعلامي المخضرم صالح الحميدي الذي فارق الحياة في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع طويل مع المرض. دشنت إدارة الشؤون الاجتماعية بانتقالي أبيان اليوم الأربعاء مشروع توزيع كسوة العيد والأضاحي للأيتام والأسر الأشد فقراً بمديرية زنجبار، وذلك برعاية كريمة من الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.